دي خطوات حل سؤال الترجمة، دي عبارة عن 13 نقطة. أول 3 نقط اتكلمنا عنهم قبل كده، اللي هم تكوين الجملة في الإنجليش أو ترتيب الجملة في الإنجليش، اللي هو أبدأ بالفاعل، بعد كده الفاعل، بعد كده المفعول، وبعد كده التكملة في النقطة رقم 1. بعد كده في النقطة رقم 2 قلنا تحديد زمن الجملة، سواء الجملة دي ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، وشرحناها بشكل كويس في الشاشة اللي فاتت، تمام. وبعد كده النقطة رقم 3 تحديد الطريقة المستخدمة، برضو اتكلمنا فيها في الدقائق اللي فاتت. دلوقتي من نقطة رقم 4 لنقطة رقم 13 بنتكلم في التكات اللي هي صعب عليا ان انا اترجمها في الامتحان. فانا هدي مثال وهستخدم عليه او هطبق عليه النقط اللي موجودة، العشر نقط الباقيين من ال13 دول، تمام. زي المثال الاول ده، نفخر بأن التعليم هو المشروع الأول في مصر. طيب أنا دلوقتي همشي على الخطوات زي ما اتفقنا، خطوة خطوة، ما بدلش خطوات، ما اجيبش خطوة قبل التانية. يعني أول حاجة بعملها إن أنا بحدد فاعل، فاعل، مفعول، تكملة. طب حضرتك أحدد الفاعل الأول ولا الفاعل الأول ولا المفعول الأول؟ أقول لك، هتقول لي إن أنا أحدد الفاعل، أقول لك لأ، لأن الفاعل ممكن يكون الكلمة رقم 2 أو 3 في الجملة، ممكن يكون ضمير مستتر تقديره هو حاجة معينة، فده هيصعب عليا الدنيا. فالأفضل إن أنا رقم 1 بحددها هو الفاعل، وبعد كده من خلاله بقدر اسال نفسي مين فعل الفعل ده، بجيب منه الفعل، ومين اللي فعل فيه الفعل ده، بجيب منه ايه؟ المفعول. زي الجمله اللي قدامنا دي مثلا، بقول نفخر بان التعليم هو المشروع الاول في مصر. بالنسبه لي الفعل بتاعي هو نفخر. لو قلنا مين اللي بنفخر، اكيد نحن، ده الفاعل كان ضمير مستتر، او شفت كان ضمير مستتر تقديره نحن، ما كانش موجود اساسا قدامي، من خلال الفعل قدرت اتعرف عليه. بنفخر بايه؟ بنفخر بالتعليم. حلو قوي. ابدا اترجم الجمله بتاعت سوري، ادخل على الخطوه اسف رقم 2 اللي هو تحديد زمن الجمله. الجمله دي ماضي، هل احنا فخرنا؟ لا. هل احنا هنفخر؟ مش مستقبل، احنا بنفخر فعلا، فده ايه؟ حاضر. طب انا نوع من الحاضر، هل هو حاضر حاجه بتحصل دلوقتي ومستمره شويه؟ احنا مش قاعدين بنفخر دلوقتي، لا، احنا حقيقه ان احنا بنفخر بان التعليم هو المشروع الاول ايه في مصر. فلو تفتكروا معايا، لو رجعنا لورا شويه بالذاكره، لما اتكلمنا عن حته الحاضر، قلنا نقطه رقم 2 في الحاضر حاجه بتحصل بشكل متكرر او حقيقه او مشاعر بعبر عنها، زي العربي بالظبط في المضارع. فكده ترتيب الجمله بنفس ترتيبها، فاعل، فعل، مفعول، من غير اي اضافات تانية. فبقول نحن اللي هو الفاعل بتاعي، ابدا اترجم اهو، اللي هو ايه؟ وي. بعد كده الفعل بتاعي اللي هو ايه؟ نفخر، اللي هو ايه؟ براود. فبقول وي براود. هدخل الاقي في وشي كده كلمه انا. طب انا دي تترجم ازاي؟ نقطة رقم 4 بتقول إن أنا في وسط الجملة معناها ذات، بمعنى إن أنا أول ما أشوف كلمة أنا في وسط الجملة كده في العربي معناها ذات. طب لو في أول الجملة في العربي ما تترجمش؟ طب لو يجب أن وينبغي أن، يبقى ما شاملة كلمة هاز تو وهاف تو وشود وماست اللي إحنا قلناهم من شوية في الشاشة اللي فاتت، كان شاملين معنى كلمة أنا، فمش محتاج أقول مثلا شود ذات أو هاز تو ذات، لا ما ينفعش. بقول هاز تو يجب أن أو شود ينبغي أن على بعضها. فبس اللي اقصدها هنا ان في وسط الجمله لوحدها كده، زي المثال اللي قدامنا. فبنقول وي براود ذات. مين بقى المفعول؟ اللي هو الايه؟ education، اللي هو التعليم. وي براود ذات education. هو دي اقول هي؟ لا. ات؟ لا. طيب لما اشوف في النقطه رقم 5، اذا لقيت اي ضمير فاعل في وسط الجمله زي هو او هي او هم، بيبقى معناه از او ار. طب ليه حضرتك مش از وار دول لو قام معاهم برضو معناها يكون قلت لنا كده؟ اه معاك صح. طب تعالى نحط كلمه يكون كده بدل هو. نفخر بان التعليم يكون المشروع الاول في ماشيه، مفيش مشكله، شغاله صح. طب از ولا ار؟ از. ليه؟ لان هو لو كان الضمير ده هو او هي بحطه بدله از، لو هم بحطه مكانه ايه؟ ار. هنا في المثال بتاعي هو، فبقول ايه؟ از. يبقى وي براود ذات education از المشروع الاول. المشروع الاول دي عبارة عن صفة وموصوف. المشروع ده الموصوف وصفته ان هو الاول، مش اي مشروع، ده المشروع الاول. في العربي الموصوف بيجي الاول وبعد كده ايه؟ الصفة بعديه. في الانجليزي ببدلهم، يعني الصفة لازم تيجي الاول، يعني في النقطة رقم 6 بقول الصفة تسبق الموصوف دائما في اللغة الانجليزية، بمعنى يبقى الاول المشروع. عشان كده بقول لك الانجليزي متشقلب، هي دي الشقلبة في الانجليزي، ان انا بجيب الصفة الاول بعد كده الموصوف. فبقول ايه؟ We proud that education is the first project. يعني جبت the first اللي هو الأول، وبعد كده project المشروع بعديه.
بكمل في مصر عندي كلمة في لها معنيين ان وات ان بتيجي مع الاماكن الكبيرة بمعنى في الاماكن الكبيرة زي ان ايجيبت ان امريكا وهكذا في البلاد يعني او الاماكن المغلقة زي ان ذا بوكس مثلا في الصندوق ان ذا دراور في الدرج حاجة مقفولة يعني تمام وات بتيجي مع الاماكن الصغيرة ولكن مش مغلقة زي ايه ات ذا سكول في المدرسة ات ذا بانك في البنك ات ذا هوسبيتال في المستشفى في المستشفى وهكذا فبالنسبة لي في هنا مع مصر بتبقى معناها إن فبقول we proud that education is the first project in Egypt كده ترجمة محترفة نموذجية ما فيهاش غلطة ليه؟ لأن أنت مشيت على خطوات صح مشيت بالتكاتل المختلفة الترجمة وقدرت إيه تترجمها أوكي نشوف مثال كمان عندنا لقد حققت مصر إنجازات عظيمة لو حبيت أترجم دي هشوف أبص على طول على النقطة رقم 7 كده هلاقي بقول لو لقيت كلمة لقد في بداية الجملة بالعربي على طول بترجم الجملة دي باستخدام طريقة has و have والتصريف التالي ليه؟ أتحداك ان انت تعمل لي مثال بكلمة لقد في العربي الا اذا كان بيعبر عن حاجة حصلت في الماضي وليها تأثير في الوقت الحاضر تمام كده؟ ولو تفتكروا معايا has و have والتصريف التالت كان ليه 4 استخدامات الشكل ده كان اول استخدام منهم انه هو بيعبر عن حاجة حصلت في الماضي وليها تأثير في الوقت الحاضر زي الانجازات اللي حققتها مصر دي اكيد ليها تأثير في الوقت الحاضر فبقول يعني لقد كده ريحتني جدا ان هي حددت لي الزمن بتاع الجملة وحددت لي الطريقة اللي هستخدمها معاه فبقول ان انا هستخدم has او have على حسب الفاعل وبعد كده التصريف التالت ارجع بقى للخطوات بتاعتي رقم 1 ان انا احدد الفعل وفعل ومفعول عندي الفعل اللي هو حققت والفاعل مين اللي حققت مصر اكيد يبقى مصر الفاعل وحققت الفعل حققت ايه انجازات عظيمة ده المفعول به تمام قوي نبدأ نترجم فبقول مصر في الاول هو الفعل بتاعي يبقى ايجيبت بعد كده ايجيبت دي بتساوي بالنسبة لي ات حاجة غير عاقل فات كانت بتاخد هاز ولا هاف بتاخد هاز يبقى ايجيبت برضو تاخد هاز فبقول ايجيبت هاز ايجيبت هاز حلو قوي تمام اجل الفعل بتاعي اللي هو حققت طيب انا دلوقتي مش عارف كلمة حقق يعني ايه حقق معناها اتشيف انا عارف ان هو فعل صعب ان انت تكون حافظه فممكن اقول صنعت مصر لقد صنعت مصر انجازات ما فيش مشكلة طب يعني ايه صنع او يصنع يصنع يعني ميك التصريف الثالث منه ميد فبقول ايجيبت هاز ميد تمام انجازات عظيمة افتكروا معايا ان دي صفة وموصوف برضو فبقول عظيمة انجازات زي ما اتفقنا في النقطة رقم 6 الصفة تسبق الموصوف دائما فبقول عظيمة انجازات يعني ايه عظيم great وبعد كده achievements يبقى الجملة بتاعتي Egypt has made great achievements 100% تمام قوي ناخد مثال كمان سهر طوال الليل ليذاكر دروسه لو حبينا نترجم دي هبدأ امشي مع الخطوات بتاعتي احدد الفعل بتاعي اللي هو سهرة مين اللي سهر هو يبقى هو الفاعل سهر ايه طوال الليل ده المفعول به تعال نترجم بقى طب الزمن ايه ماضي اكيد لانه سهر طيب الطريقه المستخدمه حاجه حصلت وانتهينا اللي هو زي العرب بالظبط في الماضي اللي هو استخدم التصريف التاني للفعل طب الفعل التاني اللي هو سهر دي يسهر يعني ايه عندي في stay up وفي set up استخدم set up set up الماضي منه اللي هو يسهر الماضي منه سهره اللي هو set up تعال بقى نترجم هنقول الفعل اللي هو هي اللي هو set up الفعل بتاعي عندي طوال الليل طوال الليل لو عندي النقطة رقم 9 حاجة بتقولي طوال الليل طوال اليوم طوال الشهر طوال السنة وهكذا فبترجمها بقول all night long all day long all month long all year long تمام فهنا بقول ايه all night يعني ليل long فبقول he sat up all night long تمام هلاقي بعد كده ليه وزي ايه ليه دي ليه اسمها ايه لام التعليل النقطة رقم 8 لام التعليل اللي هي عشان او لاجله ليه بترجمها لو جاء بعديها فعل زي يذاكر كده بترجمها حاجة من التلاتة دول يا تو ان اوردر تو يسو از تو الافضل استخدم تو دي اسهل انا حطيت لك الباقي ده عشان لو هو حب يتنطط شويه في الامتحان وحط لك في الترجمه في من انجليزي لعربي قال لك ان اوردر تو او سو از تو تبقى عارف معناهم ان هم ايه ليه اللي هي لام التعليل تمام وياتي بعدها الفعل ايه في المصدر اللي هو يذاكر تمام تعال نشوف كده قلنا هي سات اب اول نايت لونج تو اللي هي ليه ستادي الفعل في المصدر اهو
دروسه. افتكر معايا ان احنا قلنا صفات الملكية مهمة جدا، فبقول his lessons، ما بقولش lessons بس عشان انسب الدروس دي ليه هو. he sat up all night long to study his lessons. تمام قوي. نشوف مثال كمان. من المهم ان تخطط لمستقبلك، من المهم ان، من اللازم ان، من الضروري ان، من والصفة وان. في رقم 10 ازاي تترجم؟ تترجم الى its والصفة اللي هي مهم important ضروري necessary مثلا ممكن possible to، وبعد كده الفعل بتاعي في المصدر اللي هو زي تخطط كده plan. فالآن ترجم كده بقول ايه؟ it's important to plan. it's important to plan لحد ايه؟ تخطط ليه مستقبل. هنا ليه تاني؟ في لام تعليل تاني. اوكي، بس هنا في المرة دي بجاي بعديها اسم مش جاي بعديها فعل، اللي هو مستقبلك. ده اسم مش فعل، زي study مش زي study. study ده اللي هو يذاكر، ليه يذاكر؟ ده كان فعل. هنا اذا جاء بعد لام التعليل بعدها اللي هي لام التعليل اسم فتترجم الى for. يعني هنا اقول ايه؟ it's important to plan for your future. it's important to plan for your future معناها من المهم ان تخطط الى لمستقبلك. كده عرفنا ان من المهم ان او من الصفة وان بتترجم ليه its والصفة وto بعد كده الفعل في المصدر، وليه لام التعليل لما بيجي بعدها فعل اللي بتترجم لتو والفعل بعديها بيجي في المصدر زي study كده، ولو جاء بعدها اسم تترجم لفور ويأتي بعدها الاسم على طول. ناخد مثال كمان. تهتم الدولة بالتعليم اهتماما كبيرا. لو جينا نحدد العناصر بتاعتنا بتاع الجملة، تهتم ده الفعل، مين اللي بيهتم؟ الدولة، والمفعول به اللي هو التعليم. بتهتم بإيه؟ بتهتم بالتعليم. طيب حضرتك ده ماضي ولا حاضر ومستقبل؟ ده أكيد زي نفخر بأن التعليم هو المشروع الأول في مصر مثل الأولين اللي قلناه. ده حاجة مش لا اهتمت الدولة اللي هو ماضي ولا هتهتم الدولة اللي هو مستقبل، يبقى ده عبارة عن حاضر وده حقيقة، لأن الدولة مش قاعدة بتهتم دلوقتي، لا ده حقيقي إن هي بتهتم. فبتترجم زي العربي بالظبط. فبقول البداية بتاعتي the state اللي هي الدولة. لكن عايز ألاحظ حاجة بس في الجملة كده، عندنا تهتم اهتماما، لعبة لعبا، جرى جريا، اهتماما لعبا جريا، ده بنسميه المفعول المطلق. زي النقطة رقم 11 كده ما بتقول المفعول المطلق لا يترجم. ياه، لا يترجم يعني مش هترجم اهتماما؟ مش هترجمها. طب بالنسبه لحضرتك العظيما دي اللي هي صفه الاهتمام، هدلتها برضه هشيلها الغيه مش هترجمها؟ اقول لك لا، بحولها يعني بقول المفعول المطلق لا يترجم، واذا وصفته صفه زي عظيم كده بتصف كلمه اهتمام اللي هو المفعول المطلق، فانها تحول الى حال عن طريق ان انا بضيف لها ايه؟ الواي. يعني كلمه عظيم اللي هي great بضيف لها الواي بخليها greatly عشان تبقى حال، وتوضع قبل الفعل اللي هو قبل ايه؟ تهتم. عشان كده انا قلت the state في الاول ووقفت. ليه؟ عشان اقول the state greatly، بعد كده تهتم interested in مين بقى المفعول؟ education. يبقى the state الفاعل بتاعي، بعد كده خدت الصفة بتاعت المفعول المطلق حولتها الحال بإضافة ال ly وحطيتها قبل الفعل على طول اللي هي greatly، يبقى the state greatly. بعد كده الفعل بتاعت interested in تهتم به، بعد كده ايه المفعول اللي هو education. تمام قوي. ناخد مثال كمان. لم او لن. لم مين فيهم الماضي ومين فيهم المستقبل؟ لم اذهب الى المدرسة امس، ده ماضي. لن اذهب الى المدرسة غدا، ده مستقبل. يبقى لم اللي هي بتنتهي بحرف الميم دي ايه؟ بتعبر عن ماضي المنفي، لان لم اذهب ما روحتش، ولن اذهب لن اللي هي بالنون بتعبر عن المستقبل المنفي برضو. يبقى لم زي النقطة رقم 12 ما بتقول لم معناها didn't عشان ينفي الجملة بتاعتي، ولن معناها will not او won't. تمام. تعال نترجم الجملة دي بتاعتنا دي. هنقول حدد العناصر. الفعل بتاعي يستسلم. مين اللي مش هيستسلم؟ اللي هو شباب الثورة المصرية كلها على بعضها كده فعل. لو تفتكروا قلت لكم ممكن الفعل يكون جملة كاملة عبارة عن صفة موصوف صفة موصوف وهكذا. تمام. فبقول الفعل بتاعي شباب الثورة المصرية، والفعل اللي هو ايه؟ يستسلم. والجملة دي منفية سواء بديدنت لو لم، وسواء بقول نوت لو لن. تعال نترجم كده. فبقول شباب الثورة المصرية اللي هو الفاعل عندي، المصرية هي صفة لشباب الثورة، مش أي شباب ثورة، مش شباب الثورة الجزائرية ولا التونسية، لا ده شباب الثورة المصرية. يبقى المصرية صفة لشباب الثورة، يبقى هتيجي في الأول أول حاجة لأن الصفة تسبق الموصوف. بعد كده أمسك شباب الثورة، مش أي شباب، ده شباب الثورة بالتحديد، فكده الثورة صفة للشباب، فالثورة تيجي قبل الشباب، فكده أقول المصرية الثورة شباب. فبقول the Egyptian Revolution Youth،
دي الترجمة المظبوطة بتاعتها. أقول لو لم، أقول إيه؟ لو هستخدم لم يستسلم فبقول يوم اللي هي بآخرها ميم فبقول didn't، ويستسلم يعني give up، ولو لن اللي هي بنون تبقى will not give up زي كده. The Egyptian revolution youth didn't give up أو will not give up وكده. يبقى بالنسبة لي أنا قدرت أغطي بشكل كبير جدا كل النقط الصعبة اللي أنا محتاج أعرفها من سؤال الترجمة. المطلوب منك بإذن الله أن أنت تذاكر الكلام ده كويس جدا وتبدأ تحل عليه. وزي ما قلتك في بداية الفيديو، لو حابب أن أنت تاخد تدريبات وتاخد الشرح ده في ورق مطبوع، حضرتك ممكن تشرفنا في أي وقت في المركز على العنوان اللي ظاهر قدامكم دلوقتي على الشاشة، و أو تتصل بينا في أي وقت وحضرتك تشرفنا تستلم نسختك المطبوعة مجانا، سواء كنت طالب في المركز أو مش طالب في المركز، عشان أنا الشرح ده مش مهم خالص لو ما اتدربتش. لازم تتدرب على كل الكلام ده وتجربه، وإن شاء الله هيفيدك جدا. وانتظرونا إن شاء الله في فيديوهات لشرح أسئلة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.